السلام عليكم أخواني وأعزائي طلبة المرحلة الثانية في هندسة قسم تقنية الحاسبات الصباحي والمسائي. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثامنة اللي عنوانها Line Integral أو أحيانا يسمونها Path Integral. Line Integral أو Path Integral يكون على معناها من كلمته أنه يكون على مسار، اما ان يكون مسار مغلق او ان يكون مسار مفتوح، يعني ينتهي بنقطة ويبدأ بنقطة وينتهي بنقطة. فنقول اللاين انتجرال اكو نوعين، اما ان يكون على سكيلر فيلد او ان يكون على فيكتور فيلد. فالنوع الاول اللي راح ناخذه اللاين انتجرال اوف سكيلر فيلد along a path C. طبعا C يعطى ويحدد المنطقة، والسكيلر فيلد ايضا يحدد. فالانتجريشن نقول phi of xyz ds over C. ds طبعا طالما احنا عندنا phi of xyz فالds هي عبارة عن root square او جذر التربيعي للdx الكل سكوير زائد dy الكل سكوير زائد dz الكل سكوير. لو شفنا كمثال الفاي مالتي هي اكس سكوير واي، فاي مالتي هي اكس سكوير واي، على C حيث C هي على phi of xy هي x سكوير y، حيث C هي circular arc يعني المسار الدائري of the first quadrant في الربع الأول من الدائرة الأحادية اللي هي x سكوير زائد y سكوير يساوي 1. تطبيق مباشر للقانون تكامل over c x سكوير y ds. ده أنا ما قايل للc منين تبدأ ومنين تنتهي، بس شنو قايل؟ قايل بالربع الأول. من الربع الأول معناها تنتهي، بس شوية ويا ركزوا، تنتهي أو تبدأ من هاي النقطة وينتهي عند هاي النقطة. إذن معناها هذا اكو في الجسم يتحرك هنا ضمن زاوية معينة على مسار ربع دائرة، اذا الزاوية من صفر الى باي على 2، اذا معناها لازم نحول الاكس واي الى البولر كوردينيتس، حيث الاكس هو ار كوساين ثيتا والواي هو ار ساين ثيتا، والار هو الروت سكوير او جذر التربيع للاكس سكوير زائد الواي سكوير واللي قيمته 1. فاذا معناها راح يصير التكامل راح يكون التكامل هو R cosine theta الكل سكوير مضروب في R sine theta ds. السؤال الآن شنو هو ال ds؟ السؤال هو شنو هو ds حتى نقدر نكمل السؤال كله يصير. ال ds طبعا هو dx سكوير حسب عرفنا زائدا dy سكوير، تمام؟ تحت الجذر. الاكس هي ار كوساين ثيتا، الار ثابت وقيمته 1، فاذا معناها الاكس هو كوساين ثيتا والواي هو ساين ثيتا، اشتق بالنسبه للثيتا وربعهن، فراح يصير كوساين سكوير ثيتا زائد ساين سكوير ثيتا اللي هو قيمه 1 بس شنو دي ثيتا، فراح يصير الدي اس هو ال دي ثيتا. لما الدي اس هو الدي ثيتا معناها شنو؟ معناها صار عندي تكامل هو كوساين سكوير ثيتا ساين ثيتا دي اس، قلنا الدي اس هو هذه، فاذا معناها الدي اس هو الدي ثيتا، فاذا التكامل راح يصير عندي كوساين سكوير ثيتا ساين ثيتا دي ثيتا، والتكامل من صفر للباي على 2، تكامل هذا مشتقة الكوساين موجودة ماينس ساين،
ف ماينس كوساين سكوير ثيتا على الثيت على على 3 من 0 باي على 2، فراح يصير قيمة التكامل يساوي لي ثلث. example 2 let c be the line y يساوي 3x. c اذن c منطيك اياها هو خط مستقيم لاين 3x، يحد رسمه يشوف المسار، والاكس تتغير من سالب واحد الى الواحد، مديك مطيك الاكس منين ما مكان الى مكان. اوجد تكامل اوفر سي اكس واي تكعيب دي اس، طبعا الاكس واي تكعيب هي الفاي هنا. انا شنو عندي؟ عندي واي، انا احتاج الدي اس اللي هو الدي واي سكوير زائد الدي اكس الكل سكوير. عندي الواي هو 3 اكس، اذا الدي واي راح يصير 3 دي اكس. في هذه الحالة بعد ما يبقى عندي فشي باسم الدي واي، فاذا دي واي سكوير معناها 3 دي اكس الكل سكوير زائد دي اكس سكوير، فراح يصير 3 9 يعني وواحد عشرة دي اكس الكل سكوير، فجذر عشرة دي اكس، هذا هو دي اس. خلصنا من عنده، صار جذر عشرة دي اس. عندي انا اكس واي تكعيب، وعندي كل واي هو ثلاثة اكس، كل واي هو ثلاثة اكس، فاذا ثلاثة اكس الكل تكعيب يعني 27 اكس تكعيب. تمام. بعد شنو عندي؟ بعد عندي اكو موجودة اساسا موجودة اكس، فراح يصير عندي 27 اكس اس 4، والتكامل منين هو قايل؟ التكامل من سالب واحد الى الواحد. اجت قيمة التكامل بحسابات بسيطة، فيطلع لك قيمة التكامل يساوي لنا 54 جذر 10 على 5 اللي هو قيمة التكامل اكس واي تكعيب دي اس. هنا سؤال او المثال رقم 3، المسار يختلف هنا. لاحظوا مطيك مثلث من رسم موجود، كأنما عندنا جسم يتحرك من الأوريجين الى النقطة 1-0 عبر المسار C1، ومن ال 1-0 الى 0-1 عبر المسار C2، ثم يرجع من النقطة 0-1 الى 0-0 عبر المسار C3. فاذا كأنما الجسم خرج، كأنما الجسم خرج من هذا المكان، لاحظوا وياي، بهذا المكان طلع هالشكل، بعدين راح هكذا ثم نزل، اذا المسار مغلق على شكل مثلث. فاذا السي هو C1 زائد C2 زائد C3 من 0-0 الى 0-0. السي 1 لاحظوا بالنسبة للسي 1 هسا انا بعدني ما قايل كل شيء، هو كل اللي يريد التكامل x كوير و x كوير y ds over c، والc is the closed triangle. زين c1 هنا ماكو y فقط x، c1 هنا فقط x، يعني معناها شنو؟ معناها x هو اللي يتغير، فاذا ds معناها هنا dx. c2 لا، عندي y يساوي 1 ماينس x، هو قايل هذه المعادلة المستقيمة، حقيقة هو ما قايل بس مبينة من 1 0 إلى 0 1 معناها معادلة المستقيم، واحد يطلعها. إذا ال y يساوي 1 ماينس x، إذا ال dx أو ال ds بحسابات بسيطة dy يساوي لنا ماينس dx، اذا دي واي سكوير راح يصير دي اكس سكوير، ومنك دي اكس سكوير راح يصير 2 دي اكس الكل سكوير، اذا دي اس يساوي جذر 2 دي اكس. هذه هي اوكي. هاي بالنسبة سي 3 ماكو عندي اكس، فقط الواي هو اللي يتغير، هذه
من 1 إلى 0، بمعنى أنه الدي اس هو فقط الدي واي. إذا نجي إلى التكامل over c غير معناها التكامل زائد c1 تكامل على c1 زائد تكامل على c2 زائد تكامل على c3 حتى يكون النتائج على كل c، لأن هو c هو جاي من c1 زائد c2 زائد c3. خل أشوف التكامل على c1 راح يصير زيرو، لأن أساسا شنو عندي؟ عندي أنا هو x كوير y والواي صفر، هو الواي صفر، فإذا التكامل الأول راح يكون زيرو. التكامل الثاني x كوير y، هاي x كوير وهذا الواي دي اس، والدي اس هذا هو جذر 2 دي x، زائدا التكامل على c3 اللي هو x كوير y والx هي زيرو، فراح يصير زيرو في y إذا صفر. فإذا التكامل قيمته تكمن فقط في هذا المكان، فقط على c2. إذا كل اللي علينا أن نجد قيمة التكامل على c2. منين التكامل يشتغل؟ لاحظوا على c2 منين يشتغل؟ يشتغل من هذا المكان، ركزوا وياي، من هذا المكان لأن x تغير، من هذا المكان حيث x يساوي 1 إلى هذا المكان حيث x تساوي 0. هسه واحد يستغرب يقول له كيف الحد الأدنى يكون التكامل يبدأ من 1 إلى 0 غير مفروض من 0 إلى 1؟ راح نشوفه شلون، حتى لو سوينا الشكل راح تطلع الإشارة مالته مفروض تطلع يعني المفروض سالبة. أوكي أجي الآن شنو عندي؟ التكامل الثاني x كوير في 1 ماينس x جذر 2 دي x، الجذر 2 بالوجهة طلعها، فراح يصير x كوير ماينس x تكعيب دي x. x كوير تكامل x تكعيب على 3، x تكعيب تكامل x اس 4 على 4، منين من الواحد للصفر عوض بالصفر وبعدين عوض بالواحد، راح تطلع لك قيمة التكامل يساوي لي جذر 2 على 12 ماينس جذر 2 على 12. اوكي هذا التكامل قيمته على المسار المغلق. هذه مثالين او ثلاثة امثلة على التكامل بالنسبة الى السكيلر فيلد. التكامل نبع على الفكتر فيلد، لاين انتجرال اوف ا فكتر فيلد الونج ا كلوزد باث، يكون دال عندنا هنا الاف اوف اكس واي زد فكتر فيلد دي ار، والدي ار شنو هو؟ طبعا اي دي اكس زائدا جي دي واي زائدا كي دي زد، هذا هو الدي ار. فاذا كانما نضرب الاف اللي هو شنو المعروفه الاف؟ هي عباره عن، تذكرون كنا نقول عليها بي اللي هي اي بي 1 زائد جي بي 2 زائد كي بي 3، نضربها في الدي ار اللي هو اي دي اكس زائدا جي دي واي زائدا كي دي زد، وبالتالي ايش راح يصير؟ راح يصير دوت برودكت. خلينا نشوف هذا الكلام كيف. فايند تكامل f dr over c، حيث ال f مطيك اياها i x كوير y ما زائدا او ماينس j x ماينس z زائدا k x y z and the path c is the parabola، قطع المكافئ y يساوي x كوير in the plane z يساوي 2، هنا انا ما كاتبها 2 z يساوي 2 plane z يساوي 2 في المستوي z يساوي 2، يعني شنو يتحرك؟ مطيك النقطه تتحرك منين؟ من 0 0 2 الى 1 1 2. اوكي الاف موجود هو x كوير اي اكس كوير واي زائدا جي واي ماينس زد دي واي زائدا كي اكس واي زد دي زد. هذا كل المعطى بالسؤال. البارابولا واي يساوي اكس كوير،
هاي استفاد من عدها اني، لانه هسه انا شنو عندي؟ عندي المسار لو تلاحظون هنا أنا الجسم يتحرك من 0 0 2 الى 1 1 2 على مسار، هذا المسار المنحني اللي هو يمثل بارابولا قطع مكافئ. وبالوقت نفسه لو اخذنا تكامل اخر سي 2 اللي هو مثل المستقيم الواصل بين النقطتين 0 0 0 الى 1 1 2، نشوف هل انه التكاملات على هذا المسار وعلى هذا المسار يتساون. طبعا الجواب لا يتساون، بالتاكيد لا يتساون، بالتاكيد لا يتساون، لانه ببساطه جدا راح نشوف هسه من خلال الحسابات البسيطه. عندي الواي يساوي اكس كوير، اذا معناها دي واي يساوي 2 اكس دي اكس. هذا المسار سي 2 هذا واي يساوي اكس، اذا معناها دي واي يساوي دي اكس. الزيت هو قايل يساوي 2، معناها دي زيت يساوي 0. اذا استعمل كل هاي الامور بالتكاملات. راح اجي اقول الاف دي ار بعد ان اضرب الاف هذه في الدي ار اللي هو اي دي اكس زائد جي دي واي زائد كي دي اكس، فبعد الاي والجي والكي تروح، فيصير اكس كوير واي دي اكس زائد اكس ماينس زت دي واي زائد اكس واي زت دي زت. هنا أنا بالامكان ان اضع بدل الزت اخلي 2، لان هو قايل على الزت يساوي 2. فاذا احصل الى ما يلي التكامل اف دي ار، ركزوا وياي هنا شويه، اكس سكوير واي دي اكس زائد اكس ماينس 2 دي واي زائد اكس واي زد دي زد، والدي زد قيمته 0، فالتكامل الثالث يصير كله 0. تمام. اذا هنا أنا شنو عندي؟ الاكس سكوير واي والواي ايضا هي اكس كوير، هذا الحكي التكامل على يمن على السي 1 اللي هو على المنحني، على المنحني واي هو اكس كوير، فيصير اكس كوير في اكس كوير دي اكس زائد اكس ماينس 2 دي واي، والدي واي هو 2 اكس دي اكس، فحصلت اكس اس 4 ناقص 2 اكس تربيع زائد 4 اكس دي اكس. اكامل هذا التكامل كله، اكامله راح يطلع لي النتيجه كلها ماينس 17 على 15. هذا التكامل قيمه من التكامل للجسم او المسار او الباث انتجرال على المسار المنحني. اجي الان على المسار المستقيم، شو استخدم؟ استخدم واي يساوي اكس، اذا دي واي يساوي دي اكس. تمام. اجي الان if we evaluate the integral along c2، c2 y يساوي هي x y يساوي x، عند تكامل f dr هذه ببساطة جدا، ببساطة جدا على c2 x كوير y dx زائد x ماينس 2 dy زائد x y z dz. طبعا هذا الاخير x y z dz ايضا 0. زين، عندي y يساوي x، لاحظوا y يساوي x و dy dx اقدر اخلي التكامل بدالة الy او بدالة x، ماكو مشكلة لان dy يساوي dx، فخليته انا بدالة x. الواي هي اكس وعندك اكس تربيع، راح يصير اكس تكعيب دي اكس زائد اكس ماينس 2 دي اكس زائد هذا الثالث 0، فصار عندي اكس تكعيب زائد اكس ماينس 2 كله دي اكس. اكامل اكس اس 4 على 4 زائد اكس تربيع على 2 ماينس 2 اكس. التكامل قيمته راح تصير ماينس 5 على 4، وتلاحظون تختلف عن قيمة التكامل على السي 1، تختلف عن قيمة التكامل عن قيمة التكامل اللي في سي 1. مثال آخر على أيضا التكامل على ال path integral، find f dr where f يساوي لي i y square minus j
في 2 اكس سكوير. هذا يحتوي على فقط اي وجي، ماكو كي. سي is the parabola y x square y يساوي x square in the z يساوي 0 plane، يعني فقط في x y. منين؟ من 0 0 0 الى 2 4 0، يعني x تتغير من 0 الى 2 والy تتغير من 0 الى 4 والz هي بالصفر. y يساوي x square والz يساوي 0، اذا dy يساوي 2 x dx والdz يساوي 0. التكامل y سكوير dx ماينس 2 x سكوير dy بعد ان تضربهن في الاي dx في زائد الجي dy. حصلت الواي كل واي هي x سكوير، فراح يصير x اس 4 dx ماينس 2 x تربيع ناقصا 2 x تربيع 2 اكس عفوا 2 2 اكس سكوير. نعم فالتكامل راح يصير بهالحكي حاله 2 اكس سكوير دي واي، هو بس الدي واي شنو هو 2 اكس دي اكس، فراح يصير 2 اكس وفي هذه 4 اكس تكعيب دي اكس. طلع التكامل x أس 5 على 5 ماينس x أس 4، والتكامل مأخوذ من 0 إلى 2 لأن ال x تغير من 0 إلى 2، وقيمة التكامل راح تطلع ماينس 48 على 5. مثال آخر f يساوي ix ماينس jz زائد 2 ky والc is the curve z يساوي y أس 4 and the x يساوي 1 plane، يعني هو عندنا x y z بس ال x يساوي 1 ثابتة from 1 0 0 إلى 1 1 1. show that تكامل f dr يساوي لي 7 على 5. f dr هذا ال f i x minus j z زائد 2 كي واي، اضربهن في الاي دي اكس زائد جي دي واي زائد كي دي زت، راح شو يصير عندك؟ راح يصير عندك اكس دي اكس ماينس زت دي واي زائد 2 واي دي زت، راسا بدون انه الواحد يعني بحسابات بسيطة x يساوي 1، هو قايل إذن الدي اكس 0، z يساوي y أس 4 معناها الدي z يساوي لي 4 y تكعيب دي y. إذن ال f دي r راح يصير شنو هو؟ بعد ماكو دي اكس لأن لغت، فراح شي يصير؟ راح يصير ماينس z دي y زائد 2 y دي z. هذا أوكي، الزيت هي شنو؟ واي أس 4 والدي زيت هي 4 واي تكعيب، عوض عنهم فراح يصير ماينس واي أس 4 دي واي زائد 2 واي والدي زيت هو 4 واي تكعيب دي واي، فصار تكامل كله في المتغير واي. حلوا هذا التكامل بحسابات بسيطة، راح يطلع قيمة التكامل يساوي لي 7 على 5. بهذا المثال ننهي المحاضرة مالتنا. شكرا جزيلا.